بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبو نواس واسمه الحسن بن هانة، تعرفونه، كان في أول حياته ماجنا خمارا يكثر من كلام الفحش وينشد أبياتا يعني أنزه أسماعكم عنها، لكن سبحانه منقلب القلوب والأبصار، لقد اهتز فؤاد أبي نواس بالتوبة. استغرب الناس وقالوا أبو نواس مع كبائره يتوب، وكأنهم استبعدوا أن يغفر الله له، استبعدوا أن الله يرحمه، فقال أبياتا وكأنه يرد عليهم، أبيات عجيبة وجدوها تحت فراشه الذي مات عليه في رقعة. تدرون ماذا قال؟ قال كلاما ليته كان قد سخر حياته من بدايتها في مثل هذا الشعر. اسمعوا ماذا يقول. يقول: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يقول إذا كان ما يرجوك إلا فقط أهل الإحسان فأين يذهب أهل المعصية، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. نحن لا نزال نغوص في بحار الخشوع في الصلاة وحلاوة الصلاة ومتعتها، وهذه الحلاوة تدعونا أن نبحث عن عمق جديد للذة. بعد أن بدأنا بحضور القلب، أي أن لا تكون سرحانا، ثم زدنا عليها الفهم، أن تفهم في الصلاة ماذا يقال، لأن بعض الناس حاضر القلب لكنه لا يفهم ماذا يقول، لا بل حاضر القلب وتفهم معنى الكلمات. اليوم سندخل بالشعور الثالث وهو أعمق من المشاعر السابقة، وفيه عبادة زائدة وطعم ألذ، وهذا الشعور لا بد أن تدخله في صلاتك. فإن كثيرا من الناس يصلي وليس لديه أي مشاعر، نعم يعني ربما يكون حاضر القلب ويفهم المراد من ما يسمع ويفعل، ولكنه لا يحس بشيء أثناء الصلاة، مع أنه لو قابل صديقه العزيز عليه لا أحس بمشاعر الفرح، ولو ودعه لا أحس بالفراق وشيء من الحزن، ولو ابتعد عنه ربما يشتاق إليه، كل هذه المشاعر تتوالد عندما يقابل صديقه أو حبيبه. أما لو قابل الله في الصلاة فإنه لا يحس بشيء، يصلي يتحرك لكن لا يحس بشيء، صلاته باردة لا مشاعر فيها ولا شيء، فقط حركات وكلمات. لذلك هو بعد الصلاة لا يحس أن شيئا اختلف في حياته، لا، هذا لابد أن يتغير. سندخل بالعمق الجديد الآن، ستضيف أنت الآن إلى صلاتك هذا البعد الجديد. ما هو؟ إنه شعور ثالث، شعور رجاء. شعور الرجاء أي أن ترجو رحمة الله، هذا هو الشعور الجديد. وأنت في الصلاة تشعر بهذه المشاعر، أنك ترجو رحمة الله، أتيتك يا ربي وأنا أرجوك، أرجوك أن ترحمني، أرجوك أن تحبني، أرجوك أن تعفو عني، وظنك بالله أنه سيقبلك وسيرضيك، تحس أنه سيقربك عنده وسيرفعك بين عباده، هذا يسمى شعور رجاء. هذا المصلي الذي استحضر الرجاء مرتبته عند الله أعلى من الذي يصلي فقط بحضور القلب والفهم، لأن هذا يزيد هذا الشعور، هذه عبادة قلبية يزيدها، وبالتالي سيحس بلذة أكبر أكبر. ألم أقل لكم أننا سندخل في عمق آخر من أعماق الخشوع؟ طيب، كيف أحس بهذا الشعور؟ شعور رجاء هذا كيف أحس به؟ الجواب: تحس به إذا عرفت الله، وكلما عرفت الله أكثر زاد رجاؤك في الصلاة أكثر. أخي الكريم، لن تجد أحدا أرجى لك من الله والله
الله تعالى أرجى لك حتى من أمك التي تخاف عليك وترعاك ليل النهار، ومن شدة قرب رجاء الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحبه، تظن أي شيء تحبه وهو سيكون لك عند حسن ظنك. يعني أي شيء يحبه؟ نعم، أي شيء تحبه. تظن أن الله سيرحمك؟ يرحمك. تظن أن الله سيعتقك من النار؟ يعتقك من النار. تظن أن الله سيدخلك الفردوس الأعلى؟ يدخلك الفردوس الأعلى. لا تجد أي مشكلة، الأمر أبسط مما تتصور. وهذا ليس كلامي، هذا كلامه هو سبحانه، هو الذي قال ذلك عن نفسه. وإلا يعني فأنا ما الذي يدريني عن كل هذا؟ استمع إليه وهو يقول ذلك في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه. إذا دخلت بهذا الشعور فستتغير صلاتك حتما. يقول ابن القيم: والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيتشفى بعقابه. يعني يقصد ابن القيم أنه سبحانه لا يريد أن يثأر لنفسه منك. ثم يكمل رحمه الله يقول: ولا يزيد ذلك، يعني التشفي، قال: ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة، ولو غفر لأهل الأرض جميعا ما نقص من ملكه مثقال ذرة. كيف وقد سبقت رحمته غضبه، وهو قد كتب على نفسه الرحمة. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. إله بهذه الصفات كيف يمكنك ألا ترجو؟ معقولة؟ سنوات ونحن نقابل الله في الصلاة ولا نشعر بهذه المشاعر، مع أن الله تعالى يحب منك أن ترجوه. اسمع ماذا قال. يقول الله: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم. قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سورة النساء. جرب أن تظن أنه سيرحمك وسيغفر لك وسيرفعك. جرب أن تحس هذه المشاعر وأنه سيجعلك من أهل الجنة، بل ظنك بربك أنه سيسكنك الفردوس الأعلى، جارك فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبشر فإن الله سيعطيك، هو الذي أخبرنا بذلك، هذا ليس من عندي. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وليس المسألة فقط احتمال، يعني ربما يستجيب لي، لا، بل يقين تام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أصلا إذا فعلت ذلك أعطاك أكثر ما ترجو وتريده منه، ولكن بشرط أن يكون رجاء وليس أماني. شرط. ما الفرق بين الرجاء والأماني؟ ما الفرق؟ بعد الفاصل إن شاء الله. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمه. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي. ما الفرق بين الرجاء والأماني؟ اشترطنا لكي تصل رحمة الله إليك أن يكون ذاك رجاء. الرجاء أن تدخل في المشاعر السابقة ذكرناها لكن ما عمل. الفرق أن الأماني بلا عمل، يتمنى أن الله يغفر له ويرحمه ويعرض عنه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا أتيته بهذا الشعور فإن الله يحب منك أن تكون بهذا الشعور، يحب منك أن تصف الرجاء إليه، يحب ذلك منك، يفرح بتوبتك أكثر من فرح من كان سيهلك ثم نجا. والله والله إن الرجاء له طعمه في الصلاة. جرب الرجاء، جرب أن تحسن الظن بربك في الصلاة، أحسن الظن به. ألم أقل لك أنه يعطيك أكثر ما تستحق، بل وأكثر ما تتوقع، فقط لأنك ترجوه؟ ما أحلى رجاء. سأعرض عليكم عرضا لأقرب لكم تلك الرحمة، لأن بعض الناس قد لا يتصورها. رحمة واسعة من الله عز وجل. أرجوك تابع معي هذا المشهد. ما هذا؟ أنتم تشاهدون لبوة مفترسة ضارية وغزالة صغيرة، وما هو المتوقع؟ أن تأكلها. هل هي تأكلها الآن؟ لا، إنها تداعبها. ما الذي حدث؟ كل ما في الأمر أن هذه لبوة قد تبنت غزالة صغيرة
وعندما رأوا ذلك كانوا يتوقعون أن اللبوة كانت مع الغزالة تقريبا منذ أسبوعين، واللبوة الذين في المحمية، هذه في محمية في كينيا، اللبوة لم تنجب من قبل، ليس عندها أبناء، وتبنت هذه الغزالة وعمرها يعني الغزالة من 3 إلى 4 أسابيع. والذي أعجب المصورين هو كيف لهذه الغزالة أن تعيش أسبوعين من غير حليب؟ كانت الغزالة تعتمد على اللبوة للحماية من الأعداء، لكن هذا كان يمنعها من مصدر طعامها، يعني اللبوة الآن ما تستطيع أن تذهب للصيد وتتركها، وأيضا الغزالة محرومة من حليب الأم. ويظهر أن اللبوة قد ارتبطت بالغزالة بشكل رهيب حتى أنها لا تتركها تعيش لوحدها. ولما يعني أن الغزالة كانت تبحث عن أمها باستمرار، هذا يجعل اللبوة تضطر إلى اللحوق بها باستمرار. لاحظوا اللبوة الآن تريد أن تصيد، تريد أن تصيد هذا القطيع من الغزلان، تتربص بهم وهذا القطيع يمشي، ويحاول المصورون أن لا يفوتوا ولا لحظة. غريزتها تدعوها للأكل، طيب لماذا لا تأكل الغزالة الصغيرة؟ سبحان الله رحمة. فالغزالة هربت، ذهبت لتتبع أمها. اللبوة تركت القطيع وذهبت للحاق بهذه الغزالة الصغيرة. ارتبطت العلاقة بين الغزالة الصغيرة وبين اللبوة حتى ظنت الغزالة أن هذه هي أمها. بعض السواح كان لما يمرون تفيض عيونهم، الغزالة أحيانا تبحث عن الحليب في بطن اللبوة، بل بعض الأخصائيين يقولون إن هذا المشهد مشهد بطن اللبوة يدل على جوع اللبوة، لا تريد أن تترك ابنتها إن صح التعبير وتذهب للصيد، حتى أنهم يذهبون يشربون الماء مع بعضهم البعض. يقول دكتور مارك ستانلي الخبير في الغزلان، يقول إنه من المستحيل أن تعيش الغزال أكثر من عدة أيام من غير أن ترضع من أمها، فاستنتج أنها الغزالة الصغيرة تذهب إلى أمها ترضع ثم ترجع إلى أمها الثانية. فجأة مشت الغزالة لوحدها وجلست اللبوة، ثم حدث أمر. ما الذي حدث؟ تغيرت الكاميرا، ماذا تشاهدون؟ أسد، لقد خطف الغزالة الصغيرة من أمها، لم يأكلها بعد، فقط سحبها. الغزالة بين فكي الوحش، ووحش آخر يعطف على هذه الغزالة، تتبع الأسد وتنظر إليه، إلى أن ما أكل الغزالة الصغيرة وتحترق على هذا المشهد. وإذا التفت الأسد إلى اللبوة خافت اللبوة، رجعت، والأسد يتمشى بفريسته ولا يدري ما الذي يحدث بهذه اللبوة. اللبوة أصبحت لا تحس بالسيارة اللي عليها التصوير، قلبها مفطور على ابنتها. ثم أخذ الأسد يهيئ الغزالة للذبح، وهي انظروا إلى نظراتها، بالله عليكم انظروا إلى التعبيرات، انظروا إلى الوجه كيف يعبر. ما هذا؟ الآن بدأ بالأكل وهي تشاهده، لا تستطيع حولا ولا قوة ولا دفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا شيء. ثم أخذها. يقال أن هذه اللبوة ربت بعد هذه الغزالة 5 غزالات، ولكن هذا كان أطول تربية وأطول تبني، وإلا الباقين جميعا كانوا من 3 أيام بالكثير. يعني تتبع آثارها ولا تستطيع أن تفعل شيئا. سبحانه، سبحان من أودع الرحمة في قلبها، سبحان من جعل هذه الحياة تتقلب قوانينها من افتراس إلى تبني. إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. لاحظ 100 رحمة فيها، يعني الواحدة هذه فيها الواحدة من 100 يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة قال يرحم بها عباده يوم القيامة، أخرجه الشيخان. إذا كانت رحمة
رحمة الله قد وسعت هذه البهائم، وسعت كل شيء. تخيل رحمة واحدة جزء منها الذي رأيتموه قبل قليل، وتسعة وتسعين يوم القيامة، ووسعت رحمته كل شيء، فكيف لا تسعك أنت؟ قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت من هو شر منك، قتل تسعة وتسعين نفسا ثم كمل المئة بعابد، ومع هذا وسعته رحمة الله وأنت ما قتلت أحدا، ما قتلت أحدا، فكيف لا يرحمك الله؟ فإن قلت لي كيف أحصل على رحمة الله؟ الجواب سهل، أطلبها منه وهو يعطيك إياها. أليست حلقتنا عن الرجاء؟ قم الآن فصلي وارجو ربك وهو يعطيك إياها، يعطيك رحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وادعوه وتمتع بالرجاء في صلاتك. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.